يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا من جديد، ويسعدنا طبعا ان تتواجد معنا الاستاذه زينب القلاف، باحثه في التراث فيما يختص في المراه والطفل. يسعد لي اوقاتك، سعداء جدا بتواجدك معنا، وهذا الموضوع الشيق اللي ان شاء الله راح نتكلم فيه عن الالعاب الشعبيه قديما. يا هلا فيكم، وانا اللي سعيده اكون معاكم نتكلم ونستذكر الالعاب الشعبيه اللي كان لها اثر يعني معنوي صحي في ذاك اليوم للطفل. نعم طبعا، انا دائما لما نذكر الالعاب الشعبيه تجي ببالي اغنيه طاق طاق طاقيه، فدائما يعني شيء جميل حلو ان الواحد ولو انه مثل الحين مثل ما ذكرت انه اللي يبنى طاري الماضي، حلو الواحد انه يتذكر شيء خاص في هذا الماضي، لانه يعتبر نوعا ما احنا اللي قاعدين نشوفه مع تطور الحياه ومع نقدر نقول الالعاب اللي قاعد تقدم. اكيد بالنسبه لي الجيل الحالي دائما متجهه الى الالعاب الإلكترونية، ما صار فيها تواصل مثل قبل، مثل أيام قبل في ذاك الجانب. فمن هالباب يا ريت تكلمينا بشكل عام عن الألعاب الشعبية. طبعا الألعاب الشعبية بالسابق كان لها يعني مثل ما تقولين هدف، وكان لها مو بس يعني انه بس ان الياهل يلعب، تخيلي كان لها جانب معنوي، كان لها جانب صحي حق الطفل، كانت تنمي في الذكاء، كانت تعطيه يعني مثل ما تقولين يعني احنا قبل كنا نشوف اهلنا عسى ما يقول لهم شيء، يعني مثلا على قولة احنا نقول سكاريب او انه كبت مكسور، تاير قبل حق يعني شيء لهم ما بحاجته، كنا نركض نروح ناخذه. حتى بيت الجيران لو نشوف يعني عندهم اغراض مكسره نركض يعني نشوفها شنو اللي تصلح لنا حق العابنا، مثل السحاحير قبل عندنا السحاره، يعني مو بس كانت السحاره حق الشيء اللي يحطون فيه الاغراض، ولكن كانت السحاره نسوي فيها مثلا عربانه، نحط لها مثلا تواير، شوفي تخيلي كانت السحاره كنا نسوي فيها بروي يعني المجسم البيت حق البنات، شلون تسوي هذه السحاره تسوي لها مجسم عن البيت والصفصفه، شلون تسوي القرفه، شلون تسوي الصاله، شلون تسوي غرفه المعيشه، يعني هذه الحايه الوحده نقدر نسوي فيها اكثر من شغله، كنا نلعب فيها ونستانس، لان بالسابق كانوا الاهل ما كانوا يعطونا يعني ولا هم كانوا يوفروا لنا الالعاب. قلت هباب يلا اجيب بيزات حق يعني حق البيت واغراض البيت وماكله البيت، بعد اروح اتفضلك اروح اجيب لك يعني مثل ما نقول لعبه ولا اجيب لك شيء انت تبيه، لا كانوا يبون يعني بس احتياجات البيت، ولكن الالعاب والاشياء اللي احنا نتسلى فيها كنا احنا من نصنعها لنا، احنا اللي كنا نسويها، قلت من الحاجه ام الاختراع، كانت احنا نحتاجها، احنا كنا يعني مثلا نبتكر هذه الالعاب، يعني من ناحيه الابتكار، اما من ناحيه الصحه وعلى الصحة والعافية كانت عندنا ألعاب، لا كانت عندنا ألعاب هي مثلا نقول خاصة حق الأولاد، هي مثل ما عندك اللي يركض واللي يروح اللي على قولت صيدة مصيدة على قولتهم، واللي دائما لأن شنو كانت تختلف ألعاب الصبيان عن ألعاب البنات، ما كانت الألعاب مثل ما تقولين ألعاب يعني متشابهة نفس هالوقت، يعني مثل ما ذكرتي عندنا ألعاب إلكترونية، ألعاب إلكترونية حلو شوف البنات والصبيان نفس الشيء لعبة واحدة، يعني كلهم مشاركين في هذه اللعبة، يعني ما تعرفين هي مالت يعني أولاد ولا بنات بنات، وحتى لو تشوفين هي شباب هي شابات هي أولاد هم صغار هم كبار كلهم على هذه شنو على هذه اللعبة، يعني ماكو فيها تصنيفات، يعني بالسابق كان عندنا تصنيفات، يعني احنا لو نشوف بنية تلعب مع الألعاب الصبيان نقدون عليها، يعني شلون انت والله شلون تلعبين هذه اللعبه، يعني حتى الولد يعني لما يلعب مع يعني ينقدون عليه انت شلون تلعب هذه اللعبه، يعني بحيث انه صار اني يتكون عندي شنو طفل انه ما يعني انه شنو يحترم ان انا ما يعني اكون خلاص انا ولد ما العب هذه الالعاب، لانها هذه الالعاب ما تخصني تخص البنات، وهذه الالعاب اللي تخص شنو تخص الاولاد. نعم انا شخصيا استاذه يعني صراحه يمكن عشت في بيئه اغلبها اولاد فلعبت ويا الصبيان وايد بالفعل وانا صغيره، يعني في سن صغير 6 7 سنوات، الا ان الصراحه كانت حياه ممتعه للامانه، وكان كان الوضع مختلف نوعا ما عن الحين، يعني كنا نقدر نطلع بالفرجان وغيره وهذا صحيح. طبعا انا جيلي يعتبر جيل جديد بالنسبه حق تاريخ الكويت فاجئ. الا ان ممكن توارثنا او تعلمنا او لعبت بعض الالعاب الشعبيه نفس ما حضرتك تفضلتي في العاب للبنات وللاولاد، هل في العاب موسميه يعني في بعض الالعاب تمارس من خلال فتره الصيف او في فتره الشتاء؟ بالفعل كانت في مثل ما قلت لي مثل الالعاب الشتويه تكون داخل البيت،
يعني مثلا في العاب تكون خاصه في داخل، ليش؟ عشان ما يكون حق يعني مثلا حق الصبيان يكون بعيد ويكون برد عليه، يكون بالفرجان. او تكون همن في البيوت. وكذلك يكون في العاب يعني مثل ما تقول صيفيه، هي يعني عقود عندك لما يروحون البحر، لما يقعدون يلعبون يعني مثلا السباحه، اللي يكون عندك الالعاب يعني مثلا تكون شويه يعني صيفيه، يكون يعني يتوالم مع الحروره. وفي العاب لا والله تكون يعني هم تكون فيها رياضه عشان شويه يكون عنده يستمد جسمه بالحراره. مثل ما قلت يعني هذه الالعاب، وفي العاب ليليه وفي العاب نهاريه كذلك. الالعاب النهاريه هي مثل ما تقولين مثلا عندنا يعني والله انا ماني ذاكره وايد العاب الاولاد، ولكن تكون دائما العابهم تكون في البراحه. تكون هناك بس العاب الليليه لا تكون داخل البيت. ليش؟ لان التدريب قبل لا في عقدهم شبات، لا في مثلا تقولين ليتات اللي يشوفها، يعني تكون هذه الالعاب شويه تكون ما يبتعد عن البيت. كذلك عندك العاب البنات الخاصه في البنات، تكون العاب البنات هاديه، مو نفس العاب الصبيان ويعني يطمر لك مني ويركض مني يعني ما شاء الله يعني تشوفينهم ما شاء الله. اكيد تكون مختلفه العاب الصبيان عن العاب البنات بالفعل. يعني ما شاء الله قبل احنا نقول يعني الولد يشوفونه متين، وين قوين وشوفين ولد متين على قولتهم، الا يعني كان في الشهر انه مريض يعني وعليه ما يقدر يعبر يقوم، يقعد تلقينا قاعد، ولا تلقينا يعني مثلا على قولتهم ماكر بادي ما يعرف يعني يقوم من هني لهني. اما الولد اللي يعني على قولتها بالريع تلقينا ماكو يطمر من هني ويركض من هني ما شاء الله. يعني هذا يعني حتى تشوفينهم في صحه وعافيه، ويعني تشوفينه يعني ما تقولين يعني متين وقاعد، لا. الحين اللي تقولين الحين يمكن تشوفين اغلبيه احنا الحين نعاني من اولادنا السمنه، ولكن شنو؟ لان ليش؟ لان حتى عندنا كان تقسيمه البيت، تصميم البيت يساعد، يعني يساعد حق الطفل حق الالعاب. يعني احنا دائما نقول البيت الكويتي كان يتميز بالحوش، مو الحوش الواحد، ولكن في بيوت فيها حوش وحوشين وثلاث. وكان هذا الحوش شنو يعطي حق الطفل؟ يعطي الراحه باللعب، الراحه بانه يستمتع في الالعاب. الحين وعليا انجازها لا تجيس، لا تكسر، ما يعني ايش يسوي؟ اني حتى اهلهم يساعدونه، يبقى اخذ هذا الجهاز، يبقى اقعد بس فكنا من شرك، ما انا بنسمع منك صوت. يعني هذا الشيء اللي شنو ما عنده مساحه انه يلعب فيها، ولا انه يمارس انه حياته، ولا الياهل على قولة قبل نقول الياهل اللي ما يتحرك مريض. ليش؟ لان حتى الحين لو نشوفه لما نطلعهم في المنتزهات، لما نطلعهم بالالعاب تلقينا ما شاء الله الياهل المحكور يركض اول واحد، بس يحط يحط ريله بالقاع تلقينا ما تدورينه ما تلقينا. ليش؟ يبي مساحه واسعه، يبي يعني شيء انه يقضي فيها الالعاب. يعني ولد ما يعني ياهل ما يلعب، ياهل ما يمارس هذه الالعاب، يكون يعني شيء يعني قريب لهذا الطفل. نعم اكيد، خاصه بالفتره اللي طافت. يعني ممكن احنا نستذكر ان الياهل من كثر ما قعدوا بالبيت صاروا يبون اكيد يطلعون بشكل كبير للخارج، وانه حتى يتعرفون على الالعاب اللي ممكن تكون نوعا ما جماعيه. يعني احنا يمكن فقدنا هذا الشيء في الفتره الحاليه، اللي هو صار في تخوف انه مثلا على الياهل بالفرجان، لان صار في سيايير اكيد مقارنه بقبل. الفريج الحين مزدحم بالوسائل التنقل اكثر من قبل، فبالتالي يمكن نوعا ما خوف الاهل من انه مثلا يلعبون بالفريج والبيئه المحيطه حولهم. لكن حلو انه يكون في هذه الالعاب موجوده ولو في المنزل، يعني بينهم وبين بعض، خاصه انه يصير في نوع من المشاركه. اليوم لما نتكلم ام سلطان عن مدى اهميه الالعاب الجماعيه ومشاركه في هذا الجانب، ايش كثر تنمي اليوم في هذا الطفل؟ بالفعل قبل مثل ما قلت الالعاب اللي كانت الالعاب السابقه كانت العاب جماعيه، وكانت هذه الالعاب يعني شوفي اهميتها من الاهميه اللي انا عشتها. قبل كنا لما نلعب مع بنات يارنا او كنا يصير بيناتنا يعني بس نخلص اللعب يصير بيناتنا يعني مثلا مشاجرات ونتخانق وياهم، خلاص زعلنا من بعض، ما نبي نشوفك ولا تشوفينا ولا نعرفك ولا تعرفينا. ولكن قلب يحن قلبك لما تلعبين، لان ما كانت عندنا العاب فرديه،
ولكن قصبا علينا نروح نصالحها ونبوس راسها يبقى تعالي عشان احنا نبي نلعب. نعم. يعني شوفي شوفي هذه اللي كانت احنا ما نقدر نفترق من بعض مصالح مشتركه بالفعل. وكانت هذه الالعاب تخلينا خلاص يعني زعلنا هاليوم دقيقتين خلاص نرضى. اما الحين لو تشوفين الطفل لما يكون عنده ايباده ولا يكون عنده تلفونه لما يكون يستقنع على الحواليه كلها. يعني حتى قبل كانت امنا بس تلبس عبايتها كلنا وراها نبي نركض. الحين تلبسين عباتك تلبسين طقين سيارتك سلف على قولتهم المكان اللي يحب ما يبي خلاص. اني انا خلاص انفرد بنفسه انفرد انه خلاص عالم دخل بعالم اللي خلاص ما حد يطلعه. وان طلعتي على قولتهم مشكله بحيث ان انا دائما اقول يعني للاسف وصلت العابنا الحين والله لو تموتين عطش ما يقوم يجيب لك قلغص ماي. ليش؟ لانه خلاص لانه صارت هذه الالعاب فرديه وخلاص يقدر اتنازل عن الاخرين اقدر اني انا ما يعني يعني ما لي مصلحة معاكم. يعني قبل كانت هذه الألعاب مثل ما قلت لك حتى الفريق اللي الأولاد لما يلعبون يشوفون أحد من فريق إنه ناقص لا وين فلان زعلانين على الحين نصالحه. يعني شوف المصالحة شلون التسامح شلون سريع. ليش؟ لأن عندهم ألعاب جماعية عندهم هذه الألعاب اللي توحدهم ألعاب اللي تستقويهم. وكذلك إحنا ما ننسى هذه الألعاب بالسابق كان لها هدف وايد سامي بحيث إن تعلم الأطفال إن ما أخذ حقك. شلون؟ عندنا القرعة. دائما هذه الألعاب لما أنا أبدي ألعبها لازم يصير عندي قرعة. ليش؟ لأن عشان أنا لا أبدي قبلك ولا أنت تبدين قبلي ولا تزعلين مني ولا أنا أزعل مني. أسوي لنا قرعة علشان ما حد يزعل عن الثاني. حتى لما اختيارهم الفريق يعني أنت والله خذيت الأحسن يعني مثلا خذيت الشقردي وعطيتني يعني اللي ما يركض ولا اللي ما أستنفع فيه. يسوون قرعة عشان شنو؟ عشان لا انا اظلمك ولا انت تظلمني. وهذا لما يكبر الطفل زين على انه ما ياخذ حق احد لين انه يعني خلاص يستأذنه يبقى انا يعني. شوفي الالعاب شلون تنمي وخاصه عندك بعدها من كذلك البنات ما ننسى جانب البنات. البنات مثل ما قلت لك هي لما تاخذ هذه السحاره وتسوي فيها البيت المجسم تسوي شنو؟ تسوي القرفه وتسوي المطبخ وتسوي الصاله والمعيشه. هني تقعد تاخذ دور منه وتاخذ دور الام. يعني انها خلاص لبست لها العبايه والثوب والملفع وشافت الام تتقلد الام شلون الام تتعامل مع مثلا الخاله شلون الام تتعامل مع الحموله شلون الام تتعامل مع الابو داخل البيت. عاد هني تلقين البنيه تصير شنو؟ يعني مطابقه للام. يعني مثل لو تشوفينها بالسابق يقولش ويك كأنها امها. ليش؟ لان كانت تتقمص شخصيه الام شنو؟ بالالعاب اللي الشعبيه اللي كانت تخلقها. لما تجيب لها يعني مثلا الام مثلا لما تخيط البنت تقلد امها شلون اخيط شلون تسوي شلون تجيب لها هذه العروسه اللي احنا نسميها كرديه تسويها تجسمها وتعدلها وتشوف امها شلون تخيط الملابس تخيطها حق شنو؟ هذه العروسه اللي سوتها. شلون تقمط على قولت القماط شلون يعني لما يصير عندها طفل شلون تقمطه. يعني ما شاء الله البنت لما تروح بيت الريل ايش تبينها بشنو؟ تبينها بالطباخ تبينها بال يعني لو صار عندها بنا عارفه شلون الدبره وشلون تسوي. لان هذه الالعاب اللي كانت تسويها او كانت تمارسها بالطفوله كانت دوره تدريبيه لهذا اليوم. لهذا اليوم اللي كانت تحلم فيه وين؟ بهذا البيت. يعني لما تطالع هذا الصندوق شو تقول؟ تقول يا متى اصير ام عشان متى هذا الصندوق يصير كبير؟ متى هذا الصندوق يصير البيت الحقيقي؟ عرفتي؟ يعني لما تدخل البيت الحموله ما ينخاف عليها. خلاص لان انا مارست هذه الشغله يعني بحياه مسقره ولكن الحين صارت الحياه لا كبيره صار عندي لا الحين دخلنا بالجد على قولتهم. صار عندي الياهل هذا اللي قبل كنت شلون اقمطه صارت عندي الخاله شلون يعني اداريها اباريها وشلون اخر. هذه من وين؟ هذه لما يكون تم تقليدها للام. نعم شلون اتقلد الأهل. ام واذا ابعد الام على قولت اللي يقول هي البنت تقلدها سواء الام زينه شلون تقلدها من هني عاد تبدي هني قصه البنت تبدي بحياتها او الحياه اللي تبيها بهذا الصندوق. اكيد بلا شك يعني الاهل بالنهايه قدوه لابنائهم فبالتالي اي سلوك يسلكونه ممكن يتوارثونه الابناء. حضرتك اخصائيه اجتماعيه
ونفس الوقت باحثة في التراث. اليوم إذا بقول لك من خلال طبعا اختصاصك أن البيئة حاليا والمجتمع حاليا والزمن حاليا فرض علينا نمط حياة معين، يعني مضطرين، في بعض الناس مضطرين يقعدون في شقق، ما عندهم بيوت، ما عندهم حوش، بالتالي رجع عايدي على الطفل والأسرة. صحيح. فاليوم شنو النصيحة في البدائل اللي ممكن أنا أستخدمها كأم من خلال طبعا معاملتي لطفلي؟ طبعا احنا مثل ما نقول يعني على قولتهم المال اول مال التالي، يعني احنا بنقول حتى لو صارت عندنا يعني مثلا عزلنا في منازل بعيده عن الاهل، هم نسترجع دائما نقول نسترجع حق امهاتنا الكبار، يعني حتى الطفل، يعني حتى لو هذه الشقه مثلا احنا او قاعدين او بيت صغير او المكان اللي انا مو قادره اعطي حق ولدي مساحه، انه ما يخالف على قولتهم اوفر له المساحه الكافيه، انه ما احرمه. يعني دائما احنا نقول الالعاب، والله ان الالعاب حتى هو تعطيه صحه وعافيه، يعني ما نخلي، يعني لا تسوي هذا، لا يعني لا تلعب هني تكسر لي فلانه، اول شغله يعني نخلي، يعني شلون الكبد، ترى حتى الكبد يولد الانفجار، دائما احنا نقول يعني انا واحده لو اقعد داخل بيتي وما اطلع، يعني على قولتهم اكذب عليك، يعني حتى هذه الازمه اللي جت لنا كورونا، يعني ما نقول أزمتنا احنا الكبار، احنا مو نقول احنا ياهال، الياهل يبي يلعب يبي يطمر يبي يروح، اذا احنا كبار لا احنا اللي بنلعب لا احنا اللي بنطمر، ولكن احنا قعدتنا يعني وصلتنا لحاله نفسيه، مو قادرين نتحمل، مو قادرين اللي حاكانا يعني عقبتهم نصبر عليه ونتضايق، ولكن الطفل نحاول كثر الامكان ان نوفر له مساحه انه يكون انه يعني يمارس الالعاب اللي يبيها. ليش دائما اقول لهم يعني في اشياء احنا بالسابق صارت علينا مرات شويه يعني نشعر فيها، لما نقول يعني في امور قبل كان عندنا مثلا آبائنا وأجدادنا، الياهل الأصبي لما يبكي ايش يقولوا له؟ لا تبكي انت ريال، هني يحس ان دمعه عيب انزلها. احنا طبعا نرفض هذا الشيء. نعم، لا تحرم طفولته. صحيح. لا تحرمه، خله يبكي، خله يعني باكر لما يكبر يحس ان ودي ابكي، ولكن نعم. في شيء ردني. نعم. يعني بحيث حتى الطفل لما يطقونه بالسابق لا تبكي، اذا انت قادر لا تبكي. اذا بحيث انه لما يصير الطفل لما شاب ينطق طق يعني طق، تلقى انا واقف كذي مصمم، اذا طلع دمعه، يقول لا خلاص تعودت اني انا انطق ما ابكي. يعني دائما احنا نقول لا نعود عيالنا على القصه، عطى فرصته كطفل، حتى نحن بالسابق خذينا فرصتنا كاطفال، لعبنا بالشارع. على قولتهم كل شيء لعبنا واستانسنا، الحين لما كبرنا الحمد لله يعني ما قمنا، على قولتهم يقول يعني عيالنا الصراحة هم يحسدونا الحين، هم عيالنا الحين حاليا هم يحسدونا. نعم. ليش؟ إنه لعبته واستانسته، يعني على قولتهم يعني كل شيء سويته ابتكرته، يعني كل شيء سوينا يعني، ولكن الحين الطفل يبي يلعب لا تلعب، لا تسوي، يعني بحيث انه صار عندهم شيء من الانطواء، شيء انه يعني كانه شيء مسجون داخله ما يقدر يعني يمارس الشيء اللي يبيه، يعني صار على قولتهم حتى البنيه مالته تغيرت. لو تشوفون البنيه تغيرت الحين، ما شاء الله عندنا الجيل القبل ما شاء الله طوال، وما شاء الله شو فيهم من الركض ومن الغذاء الصحي، من يعني اما الحين البنيه قامت وايد يعني تتغير عن البنيه السابقه. ليش؟ لان من قعده الكراسي، من قعده مشاهده الاجهزه قام النظر يخف، النظارات قامت تكثر عند عيالنا، الظهر قام يعني ما يعطيك الطول المتساوي او الطول الصحي حق الطفل. يعني ليش هذا كله؟ يعني اعطي حق هذا الطفل مساحته اللي لازم اعطيه، مو باكر يكبر عقبه يصير مراهق بال50، لما يكبر يقول لك لا انا الحين والله ابي اقعد استانس لان انا انحرمت يوم كنت صغير. نعم. ليش؟ من الحين على قولتهم اعطي طفلي هذا الحق اللي هو ما واجب عليه اعطيه، ما اخليه ينحرم ينحرم ينحرم، واخر شيء لما يكبر يعني كل شيء ناقصه، يقول يعني انحرمت انا بالسابق، ليش اخليه ينحرم؟ ما دام انا عندي الشيء اللي قادره اني اعطيه وهو
وهو صغير. نعم أكيد، وخاصة هي سلوكيات الأهل اللي دائما تصير لا وعي، يعني دائما يودهم يقعدون بهدوء، فبالتالي يعطون عيالهم الآيباد أو يعطونهم الهاتف على أساس أنه خلاص العب، لكن في البيئة المحيطة لك على أساس أنه لا يصير في إزعاج، لا يصير في نوعا من ما شاء الله عليهم الشيطانة الزايدة. فبالعكس حالات البيت بصراخ اليهال وبلويتها بركة يعني حلو الواحد أنه يسمع هالإزعاج، ودائما على قولتهم مثل ما تفضلت أن هذه تعتبر بركة، والواحد يعني يستانس أكيد أنه هو يسمع حسهم. يعني شوفي إحنا لو نبي نتحكى عن البركة بالسابق، والله شوفي كان في بيت ما عندهم يعني لا يعني الله ما رزقهم بعيال، والله يعني بحيث إنه يجمعون عيال الفريج هالمرة والريال يجيبون لهم حلويات، وهم أكثر ناس اللي يوزعون حلويات بالشارع يعني حق عيال، يعني قمنا نستانس لما نروح لهم، ندري إن لما ندخل بهالبيت راح يعطونا شوفوا شنو عندهم، يعني المرية تحط لها شويس تمطرنا، يعني على قولته كافي بأن البيت يدخل فيه يعني مثلا صوت أحد من اليهال، وكنا نقعد عندهم ساعات ونقعد عند مويمتهم نسولف، بس لما يصير شوية تالي الليل نروح نسحسح عند أهلنا. على قولتهم شوفوا شلون يعني يتمنون هذا الطفل، بس ولكن احنا عندنا نبني جيل صحي، نبني جيل واعي ان نعطيك كفايته من الالعاب. صدقيني يعني حتى لما اقول لك عن الالعاب بالسابق نمت عندنا وايد اشياء طورتها لنا، علمتنا التسامح، علمتنا الابتكار، علمتنا يعني الحين والله لو تشوفين حق عيالنا لو تقولي لها هذه الحايه ايش تبي تسوي فيها؟ قلت ما ادري انا خلنا نطلها، هو انت ونشارينها يعني ما تتصلح، قلت لا نبدلها. زين صارت عندهم شيء سهل، صح شيء سهل ان اقدر احصل عليه واقدر يعني، ولكن بالسابق احنا هذه الحايه اللي نحصلها يعني خلاص الحين شفتها سوتها مثلا السحاره سوتها عربانه، اذا ما فادتني اسويها شيء ثاني. نعم. على قولت اللي يقول يعني ابتكر واخلق منها من اكثر من شيء لشيء، يعني على قولتهم هذا شنو ندل على نمو العقل، على نمايه هذا العقل شلون انميه واطوره، مو اني اوقف خلاص ابتكاري. نعم. يوقف وتفكيري. استاذ احنا دائما ما نقول في برنامج الدروازه ان الماضي له ايجابياته وسلبياته بجمالياته للامانه، وكذلك الحاضر له ايجابياته وسلبياته، فما نقدر نقارن لكن نذكر ونوعي ونبتدي نسترجع ذكريات جميله، ناخذ الزين من الماضي صحيح. ونضيفه على الحاضر وهذا الاهم. شكرت لك وجودك معنا، فاستمتعنا الصراحه في حوارك هذا الشيق اللي فعلا له اهميه كبيره للامانه، خاصه ان الاطفال هم عماد المستقبل. بالفعل، وانا شاكره لكم ان يعني استذكرنا الايام الحلوه معاكم، والله انا قاعده اسولف معاكم ويعني وديتوني يعني الزمن الجميل اللي انا استذكر فيه العابنا وشطانتنا على قولت اللي يقولوا، وحلاوه الالعاب اللي كنا عايشينها. وطبعا واحنا نتمنى لعيالنا ان يكونون يعني ما شاء الله تبارك الله يعني حتى الحين ما شاء الله يعني ما عليهم قاصر، بالعكس عندنا المبدعين، عندنا المخترعين، عندنا ما شاء الله الاذكياء، ما شاء الله يعني الله يحفظهم ان شاء الله ويحفظ ديرتنا. اللهم امين. كل الشكر لك لوجودك. مشاهدينا مستمرين معاكم في تقديم باقي فقراتنا، بنشوف شو محضرت لنا جيهان وراجعين لكم.